هذا سائل يقول: يا شيخنا، هل يجوز حلق اللحية عند الضرورة مثل الجندي إذا خير بين حلق اللحية أو قطع راتبه؟ لا يجوز حلق اللحية لأنه معصية محرم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كان ما تقبل في الجندية إلا بحلق اللحية، اترك الجندية، اطلب الرزق في غيرها. الأرزاق كثيرة، الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ما ضيق الله عليك وألجأك إلى الجندية، اتركها واطلب الرزق في غيرها ولا تعصي الله عز وجل.